هنفتح المزاد على عدد نادر لمجله ميكي. هنبتدي ب 10000 جنيه. ايه ده؟ المجله بتاعت العيال دي ب 10000 جنيه؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم 11000 جنيه. 11000 جنيه عند فريده هانم. مين يزود؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلت لنا. 11500 جنيه. 11500 عند الاستاذه؟ اهو، مش قلت لكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى؟ نتكل على الله، يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11500 جنيه. 12000 جنيه. 12000 جنيه عند فريده يا نانا. طب بقول لكم ايه؟ يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا. 20000 جنيه. 20000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20000 جنيه ايه؟ هتجيبهم منين؟ مش مشكلة، هبيع البوتاجاز والغسالة والتلفزيون. أيوة بس دول ما يجيبوش 20000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني؟ لا بص، ساعة الدفع الكلام بيختلف. وأنت مالك أنت هادي يعني؟ هو أنت هتشتريه؟ اسكت. 20000 جنيه. ألونا؟ على دوي 20500 جنيه. 20500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده ولا ده بتاع الكبير قوي. 30000 جنيه. مش مشكلة، هبيع الجزامة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30000 جنيه عند الكابتن. 30100 جنيه. 30100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30120 جنيه. 30121 جنيه. 30121 ونص. 30121 جنيه و75 قرش و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30125 جنيه. 75000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكله، هو اللي غاظني ووترني، هبقى ابيع العربيه. 75000 جنيه عند الكابتن. 75000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعه، يعني احنا اقل حاجه هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75500 جنيه. 75500. 75500. مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي؟ لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن أنا مالي أصلا، هو جد أنا ولا جدك أنتِ؟ ألا هنا؟ ألا دوي؟ 180000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150000 جنيه. 150000 جنيه عند الفنان أحمد فهمي. 150000 جنيه؟ ألا هنا؟ ألا دوي؟ على تري. مبروك يا فنان. أنا دايما بقول إن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في أفلامي بهتم بتتر البداية وتتر النهاية. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال أي حاجة، بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجله بكميه الفلوس دي. يكونش يا جماعه احمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. ايه الثقه دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفه من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه، وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا، موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد معلش معلش، ثانيه واحده بس من وقتك، ثانيه واحده. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك، انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي الشحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي، اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك، فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش، احنا كده كده على الهوا يعني، مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها.
ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجلة ميكي؟ لا هي الحقيقة المجلة دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هدية اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رأيي كنت ممكن تديله 150 الف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجلة دي. لا لا لا، هي الفكرة مش في الفلوس، يعني القيمة مش في الفلوس، القيمة في المجلة ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجلة ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابة القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده ال- 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 الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. فدي دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجلة ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مال الشغل. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ، او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح. وهتتكلمي؟ ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا موت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا معرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. ايه يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكم هيموتوني. الحقيقة يا شريان خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الرحاني. اسمعي اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعاده الباشا هو كله ضرب ضرب، امال فرج فين؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسألوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهان ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها بس انت عارفه مفيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، معرفش ما بقوش يجيبوه ليه. سيف إيه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانيه مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيتي كبير وبابا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله ومعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. لا
بص الفيلم بجد بمصحف. ايوه 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 عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس؟ على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزيني بركات. صعب على سنك. قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثة؟ انت طماع. كذاب وصريح وطماع. والله بقى والنبي. خليهم ثلاثة. خد بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة انت مش هتستحمل ثلاثة. مش مهم اولع. مش مهم ليه هموت؟ انا المشكلة والله بس عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوة فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلا. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ بس اطمن ابوهم مات. مات؟ ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا خلمه. بكام بقى دول؟ دول تلاتة يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هدي لك، بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجه في امريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام واحنا في التمام. ماشي طلبه. تمام تمام. ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا مبقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة شيكو. لا أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. ثانية واحدة ثانية واحدة. بقولك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. بس إحنا يعني تمام. لا مليناها مليناها. شيكو عايز إيه؟ بيجيب ما تتأخريش بقى. ماشي يا الله سلام. شيكسو ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. يلا تبقى طب بنجيبه ايه؟ مليطه ايه؟ بقى بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شمرت. فراخ شمرت؟ اللي هي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. ايه قوي قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي ما احضرش. عشان انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا ناحلين وقبري. طب ما هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها لا لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا. فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا انا, لا أنا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص. عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه؟ حلو جدا. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم نشغل لك. حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه. اي حاجه لو انا بسالك. اباحيه. حاجه اباحيه. هات اسمع. حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في انت بتلبس الاخضر ومش عارف بيحصل لك ايه؟ بتجنن. اطلع يلا هات الفلوس. ماشي ماشي. انا عايز حاجه. ايش زود سلطات؟ زود يا حاج. ولا هاني. بقول لك ايه، صاحبك ده عبيط قوي. ده فله. ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق. تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه معرفتك يا هاني وانا سعت الصياعه. طب اقول لك ايه، ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه؟ ما عملتش كده. لا عملت. انت كذاب. ايوه انا كذاب. انتوا كلكم كذابين كده وصرحة في نفس الوقت. ما احنا اصلحنا اصحاب بنمشي مع بعض على طول. معقول يا نجيب باشا حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحله خطر قوي. والله يا فندم والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضيه دي قد ايه. انا وصلت لحاجه هتوصلنا للعصابه. قشطه 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 قشطه. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصوره دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي
شوفوه جاب ال 150 ألف جنيه دي منين؟ مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. ابص وراه ازاي يا ابني؟ ده في الصوره. نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنه الجايه مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابه مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحه، بس هو اصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه يا فندم؟ احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اتفضل اعطي مني الدور. ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شريهان انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه، احمد فهمي اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سنة طيبة. ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام؟ الحمد لله. اوكي طبعا. حسين حسين جدا. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكرة وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفلة ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الأوضة بتاعته، هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما انا تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الجنان دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هكون رقم كام؟ رقم. أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني الا اني اسمها اني ما انا 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 الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه 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 ايوه. طب ما تقول له ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هدية من امنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة. كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير، تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. خويي تشيك مع المدير. تشيك تشيك. هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف تشوف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خويي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير، وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي أعدي يا أخي. خد علاج. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينو؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسلام. يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم تخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. اين الجوال؟ منك لله يا شيخ بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي. انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو. البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادي خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجاسمي. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يا انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب سفنجة ودلوني انا سبونج بوب انا سبونج بوب اصفر كموني انا سبونج بوب. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انت وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عملت قضني؟ يخرب بيتك. هو انت؟ معلش معلش بس الحمد لله لبس الواد قضنا احنا الثلاثه. عملنا كوي بيست. شيرين عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته ده ده وقته. الو يا شوش. اياض يا هاني بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟
ده بيعمل معاكوا ايه الله يخرب بيتك؟ ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض، ما هو كل مره بيقولوا كده ياض. ما تقلقيش المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انتي فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقولك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون، عايزين نخلص بقى. الو، بقولك ايه، خلي بالك نيلي وشريانه هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. الحاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه شتيمه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر، قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت، يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح، الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط، فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى، خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد، وانا هقف لكم بره نادوري. لو حد جه هخبط واجري. ايه المعياله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده، وتجري تجري تخبط على الباب التاني، وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك عالم مغمض، صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحب انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه. مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده يطلع نار جامده جدا، اقسم بالله بجد وحياه ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده؟ فتح فعلا الباب. ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكوا الحديد ابو جنزير يعني؟ ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. وانت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا، شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اوضه علاقه. الواحد بقى ايه، يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما ندور نقلب الاوضه كده. صح. ايوه ايوه، عشان احنا نلاقي الحاجه. صح، امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي، عندك حق. بتعمل ايه؟ قيسه يا رب يطلع على قد. يا رب على قد. ايه ده، تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله، والله انت واد جدع. خد ده بقى، اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده، اديه لمحسن. الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ انا بنسى اصلا، معلش. شيل دول هنا ودول هنا، فكرني بيهم. ماشي. ايه ده؟ ايه
ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هم التلاته. ايوه هم التلاته عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقره او حاجه. اوه يلبسوها قوي تعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكره. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد. ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه. بس حاجات حلوه. انا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده، وبشكره اكتر لانه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديده. والله العظيم والله العظيم ده اكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميله او فنانه نزلت من شقته مش واخده حقها وزياده. وده اللي شجعني عشان امضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكره اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج، وهو انا وشادي اتربينا سوا، لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبيه او واسطه عشان ابن صاحب القناه. انا بقول لكم لا خالص، والله العظيم والله العظيم كمان مرة، لا واسطة ولا محسوبية. استغفر الله العظيم يا رب على الحفنات الكذب دي. كان في أسامي كبيرة جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج، زي أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ معتز الدمرداش، أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. حاضر يا باشا، حاضر خدامك، هجيبها من الاوضه بسرعه بس. وايه الحقيقه شريهان ده هيطلع الاوضه؟ طب تفتكر جوز الخير اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ اكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي، الهم مكبب على بابي. وبابي انا كمان هنعمل ايه؟ مش عارفه، بس ده ما ينفعش يطلع، لازم نثبته هنا. انا هتصرف، تعالي. احمد فهمي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 مينتس؟ معلش انا لازم اطلع الاوضه بسرعه عشان اجيب حاجه وهنزل على طول. لا ده هم 5 دقايق، مش ناخد من وقتك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكوا دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمة ايه؟ الفهموية. يعني رابطة محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا، انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي؟ طب امسك انت اخلع خلاص. مش مشكله، انا جيت فاتي مش مناسب. اتفضل اتفضل. اموروني خير حضرتك؟ انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. سعاده البي، على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش ال5 دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسب ان الموضوع انساني، انا هخليكي تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني، بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك، انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه؟ بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. الجهاز حلو على ما قدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لاقي أي حاجة، وأنت هتفضل نايم كده؟ سيبني أدور لوحدي. مالك يا سيف متعصب ليه؟
متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعة. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعة واماكن منخفضة واماكن سياحية، كل حاجة فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجة. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم بجد مش قادر. انت مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب اتنين مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك، النور هيعمى عينيك، مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القته يا هاني. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسف في الاستخبص، بص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شرهين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شرهين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. ايه ده؟ هو منزل نغمات للجرس؟ استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب؟ يا جماعه اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت، البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه؟ تعالوا نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي يا ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده؟ ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. الحقوا ده بيكهربوه، بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه؟ يا جماعه دول بيزغزغوه، الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غزي يا غزي يخرب بيتك، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منهم معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف. ما كمل الاول وتريح نفسك، قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه، ما معروفه دي، ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حكايه الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه، متعه. احكي احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول.
يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعة، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعمدة على وش رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. أيوة والله العظيم كده، هو فجأة رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جول فلان هانم في نص الليل. هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي، فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب، ايه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى تداري. حصل ايه؟ جلفدان هانم بقى بعد القرن ما طش، هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى، ودكاتره وحاجات كده هم دي لحقوها. هوب هم بيشيلوها كده، الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينه، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. راحوا شايلين له فاتحين اوضه، حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قالك قبل كده يا أبو الدهب دي، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فوق وخلي، يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما انت عرفت الاوضه المسحوره فين؟ ما تروح انت. فين حته الاوضه المسحوره؟ الله ما انت عارف هي فيلا ابو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغايه ما اخد الفلوس. لا مش رايح. مش رايح؟ ايوه شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ نخش عن نضربهم وناخد المجلة؟ خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا، تعالوا ورايا بسرعة. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايا، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايا الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول ايش معنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايا بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يا مستر. يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل ما في حد هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبني. يلا 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 قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا، رجلها بتوجعني. يا خليل قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه ولا إيه؟ الحاجة إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش هتقولوا أي حد يطلع نضربه. بس مش عم بنداري. عم بنداري صح عم بنداري. خير الله. خير الله خير الله. انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله مفيش حد اسمه خير الله عموما. حاول العيش في الدنيا العيش في الدنيا. ايه ده صاحي انت؟ لسه صاحي يا ضاحي؟ لسه صاحي. مين اللي علمك مسكه النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه من عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل لي فيها رامبو ده؟ لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ها يا سيف فهمت حاجه ولا اي حاجه؟ طب هي القصه بتقول ايه؟
القصة بتقول إن دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي، أم ميكي قفشه وحبسه في الأوضة السحرية وقال له هتفق معك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الأوضة السحرية، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني إيه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمة. ميكي كسب دونجول وحبس دونجول؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدرة. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو عم بندق. نعم. فهمت حاجة من القصة دي؟ والله العظيم ثلاثة ما انا فاهم اي حاجة. يعني انا كل اللي انا فاهم ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه لعبه الشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. اه والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندو؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا. تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم تلاتة بيت جدكو كان هنا. ازاي بس يا عم بندو؟ ده اسم. ايوه، قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحة مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو، وبعد كده كان فيه وقف. الحكومة بقى رفعت قضية، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم. لا، واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخرية القدر. طب معلش يا عم بندق، الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة أنهي أوضة؟ ايوه، اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسر لكم بقى الموضوع ده. يقعد هتتحبس يا. سلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز، انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجة. حاجة ايه؟ دلوقتي الاسم ده في سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى في اوضة، الاوضة دي بتاعت ايه؟ وبتسأل ليه؟ لا اصلا انا كنت بدور على حاجة جار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فهيبقى مصلحة. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجارة تانية ايه؟ لا الصراحة انا كان ليه مصلحة في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضو انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنة وما فتحش شباك ده. بان عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجارة تالتة ايه. طب الاوضة بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبة وابقى اجيلك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعة ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضة اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضة ايه؟ ايه؟ اوضة الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه، يا بنتي دي كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين، والتستر على مجرم كده اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندو؟ مش قلت لك اول ما راجلك الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا مبيات عندي؟ لا انا قلت لا، اذا عوزتوا اي حاجه بقى ايه بكلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، ان مبيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نروح في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيت ده عليا انا، عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. الله اللي بتتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا ردش. ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاح الزفت؟ خد
بتكلمني يا ابو الدهب ايه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته. جوه تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود إيه الحجز؟ اه حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب ايه؟ عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين يالا؟ على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي. لازم احلها. ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه. احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكره ايه؟ بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام. جريني جريني حرامي. ما امشي معاك حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا 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 ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني خد اسحبه. ابو دهب انا هخش. استنى لا استنى. فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شويه. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحاجة. ابو دهب ابو دهب ما تسيبنيش. ابو دهب مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عليه قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا. جسمي كله متخشب. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. شو بس يا ابني بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده بدل ما تشكروه. هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز. انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حتة قريبة بليز عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادرة اجري. على مهلك على مهلك. اهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر المكان ده يا سيف انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده ايوه كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان النتفة ده بس من فصيلة السديات. فهمت. ايوه اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالتلات ايام. نقعد في البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركة دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي انا مستحيل ابات في الياباني ده. هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا. شريهين حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه. انت حمار يد. عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره. احنا نخش القسم نطلع بطايق. شريهين حبيبتي معلش هتعبك معايا. ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب مش هينفع اهزقه. انت حلوف يد. طبعا ما ينفعش. مفيش غير حل واحد نتنكر في الضباط وندخل القسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم. انت حماره يا شريهان ستيوبد. هم هيلبسوا ظباط. انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات يا ريت او طقم ممرضات. ما تلم نفسك ياض. انت مالك موبيع كده ليه؟ ممرضات. طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش القسم على اساس ان هو ظابط يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني. هنعمل لجنه جوه القسم.
لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده؟ صح. طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا، موبايلي انسي، انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. ايه يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايه بس حرام عليكم يعني، ده موبايلي. طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرتر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا، دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني ديك بتراش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حوجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجئه. يعني ايه مفاجئه يا ابني؟ احنا في مدرسه. بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسيش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عندها لهم. ماشي؟ حالة. بس اخرهم 10 دقايق قبل ما اكل لقمه. تعالى يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم.